أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق بسيون تبع محافظة الغربية ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 26/12/2022 وتعالوا نشوفوا أسعار النتايات البقر التربية. اللهم صل عليك يا نبي في أسواق الغربية. الله أكبر. صباح الفل يا معلمي. صباحك أبد إن شاء الله. عرف المشاهد باسمه محمد عبد العزيز القرضاوي. المعلم محمد عبد العزيز القرضاوي قاعد فين يا معلمي؟ السوق جامدين. سوق جميمون. دي سوق جميمون. جميمون جميمون يا جماعة جميمون. سوق جميمون. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. عمرك قد ايه يا معلم؟ عمرها 6 شهور. عمري 6 شهور يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر على المال يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. حلبات بسم الله ما شاء الله. ضر الحلبات. الله أكبر. عاملة ايه يا نبي؟ 11,500 يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. عمر 6 شهور. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. معك حياة تاني غيره؟ لا هي دي آخر حياة معك. الله يقويك ويعينك. ادينا الرقم طيب. الله يبارك لك. صباحك أبيض إن شاء الله. الله الحمد لله. صباحك أبيض. الله يرزقك ويصلح حالك. الله أكبر. الوانات 100 100 يا جماعة في أسواق الغربية. بسم الله ما شاء الله. الله الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. عرفنا باسمك الأول. أحمد يا باشا. معلم أحمد قاعد فينا معلم أحمد؟ السوق يا باشا محلة أبو علي. محلة أبو علي سوق كفر الشيخ. الناس المحترمين الله يقويهم ويعينهم عليك تعيشهم. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. كل دم عامله ازاي؟ خالص سمنتال دي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ده عمرها قد ايه الجرده دي؟ شهرين ونص يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. جرده وبتتنطط تنطيط يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. صباح كبد يا معلمي. صباح الفل. كفر الشيخ وتجار كفر الشيخ الناس اللي منورين النهارده في سوق الغربيه. الله اكبر. كم وكم في دول؟ يوم 9,409. 9,409 دي؟ اللهم صل على النبي. 18,400. 18,400 يا جماعة. 9,000 و 9,400. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. والقردة اللي مشت دي عاملة كام؟ القردة اللي مشت دي 7,500. 7,500. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر على المال يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. يعني موجود عندكم نتايات على طول قليل؟ يلا طب ادينا الرقم. كان يجي لك رفشة جاية. كام الرقم يا غالي؟ 012 017 هو زي البغل كده 5-3-5-4. الله يبارك لك يا غالي ويصلح حالك وحال الجميع. اللهم امين. اللهم صل عليك يا نبي. ابن الحلو الارزاق بالله. ابن الحلو الارزاق بالله. الله اكبر. يعني انت يا عم ضيع فلوس. اللهم صل عليك يا نبي. الله يبارك لك يا معلمي. الله اكبر. صباحكم ابد ان شاء الله. الله يرزقكم ويصلح حالكم. الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. والى اللقاء يا خير الاصدقاء.